كان الإقبال في البداية كان محتشم، ولكن بعد كل ما يزيد الوقت كان في تحسن، ووصلنا تقريبا على الساعة الواحدة إلى 24.50% بالنسبة لنسبة المشاركة. وجهت نداء لكل النساء في الجزائر أنهم يتقدموا المراكز الانتخابية ويؤدوا الواجب الانتخابي نتاعهم على أحسن صورة، باش إن شاء الله نكون عندنا منتخبين محليين في المستوى. هذا النظام الجديد، هذا الانتخابي الجديد اللي داروه واعتمدته الدولة الجديد، هذا على حقيقة والله ما شاء الله تحس باللي حتى المواطن نوعا ما استرجع نوعا ما الثقة. وراني لاحظت أنا الحقيقة لاحظت يعني واحد العزوف كان قبل، واللي لاحظت الان يعني نوع ما المواطن تشجع لانه يعرف باللي الصوت نتاعو راح يكون في المكان المناسب، ويعرف باللي يعني الممارسات القديمه هذيك ما عادش كاينه ان شاء الله.